قبل ما اخد من كلام اخد على القائمه الافريقيه راي حضرتك. خلاص وده الاستقرار يا استاذ، انت دلوقتي خلاص تلاحم المواسم يا كابتن اسلام صعب جدا على فكره. وزحمه، احنا قلنا قبل كده انك انت محتاج في اتحاد الكوره كان يفكر فكره لازم يعمل كات موسم جديد. انت عارف الدوريات كلها بدات، شفت النهارده الدوري الانجليزي حاجه تفرح، جمهور وتفاعل توتنهام ومانشستر، ماتش باور قوه حاجه تخليك تتشد وانت بتتفرج. مزبوط. نفسنا نرجع كده زي ما احنا الوضع شايفين. القائمه ده كان شيء متوقع انك انت بتحافظ على قوام الفريق لغايه الايام اللي جايه، لسه بقى في اضافات اكيد مهمه موجوده هيتم الاعلان عنها تدريجيا، هنخرج مين، هتدخل مين، هتستبدل مين، هتحط مين، ده الكلام لسه ده في المتناول، وبتديهولك قائمه الاتحاد الافريقي انك تقدر تبدل فيها 7 لعيبه زي ما انت اشوف. لكن انا يعني شايف الجزئيه طبيعي جدا ان المنافس وجمهوره لازم يصدر لك الاحباط. طب هو خايف من مين؟ ولازم بخاف منك، فانا لازم اعمل عليك لود وضغط كبير جدا ان انا اشتتك، وعاوز اوصل لمرحله ان الفتره اللي فاتت احنا شايفينها بكل عيوبها وساكتين عنها واتكلمنا فيها ولسه هنتكلم ونقول فيها اصرار. هذا الكلام ممنهج، هذا الكلام مش بيتقال كده تلقيا مع كل مباراه. أيوه. لا، شيء واضح الهدف منه هو النيل من عزيمه الاهلي واحباط وتصدير الاحباط والازمات. الكلام هنا بيلعب دور بقى اداره الكوره والجهاز الفني واللعيب. المسابقه ما زالت في الملعب، الكوره فيها كتير، وحتى لو قلنا وامنا وصدقنا واقتنعنا وسلمنا انه الدوري خلاص انتهى، الاهلي ما بيقفش عنده بطوله. الاهلي شوف انت في الفتره اللي فاتت مع حجم الكلام ده في تفكير، في تفكير، لا في تفكير، انت بتاخد درس، الدرس ده ممكن يكون دافع ل6 تانيين و10 تانيين و8 تانيين و9 تانيين والكلام ده كله.